نصرة أبو بكر علي. عداءة صومالية أثارت ضجة عالمية بعد تقديمها لأسوأ أداء في تاريخ منافسات سباق 100 متر في دورة الألعاب الجامعية العالمية في الصين. هذه العداءة أنهت السباق في المركز الأخير في 21 ثانية بفارق أكثر من 8 ثواني بعد ثاني آخر عداءة. وزارة الشباب والرياضة في الصومال قررت إيقاف رئيسة مؤسسة ألعاب القوى بسبب المحسوبية وإحراج الأمة على الساحة الدولية. في بيانها قالت الوزارة أن العداءة ليست عداءة من الأساس، ويشاع أن اختيارها جاء لأنها إحدى قريبات رئيسة اتحاد ألعاب القوى لا أكثر. لكن في دفاعها عن نفسها تقول العداء إنها أصيبت بالتواء في الكاحل منعها من المنافسة بشكل طبيعي.